السؤال الثاني يا عهود. السؤال الثاني: ما حكم قول صدقت وبرأت عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ هذا لم يرد، والوارد أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا عند الحيعيلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بقية الأذان بقية ألفاظ الأذان فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة المؤذن بأن يقول مثل ما يقول من ألفاظ الأذان. نعم.